الشاعرات ومن مصر وتونس ولبنان بنرجع للأردن وألعاب الخفة. يعني أنا هذا الشخص التقيت فيه قبل كم من سنة وشفنا قديش كان مميز جدا، وبكرة بتستنى تجارب الأداء لعرب سكوت تالنت، بينضم لنا لاعب الخفة سند المحيزن. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا رندا، كيف حالك سند؟ الحمد لله تمام. يعني شوف الصراحة أنا بسمع ناس مثلا بقول لك أنا بدي أكون طبيب، أنا بدي أكون مهندس، أما أنا بدي أكون لاعب خفة قليل جدا ما نسمع هذا الاشي. فكيف بلشت هاي الهواية عندك وهاي الموهبة؟ صراحة بلشت معي الطريق الصدفة. أوكي. بال 2007 كنت بحب اضل العب شدة، يعني اخواني كانوا يلعبوا شدة، العيلة كانت كلها انا اللي اكون برا. فاكون ماسك الشدة اخربط فيها، لبين ما على التلفزيون الاردني كان في برنامج يجي اسمه الحصن. كنا حضرناه واحنا صغار. كان يجي بعده ساحر بيخفي سيجارة، اشياء هاي، فانا حاولت اني لاعب خفه هي بالاحرى. بالضبط، لاعب خفه. حاولت اني اتعلم كيف هاي الاشياء بنعمل. مره 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 بلشت معي بسيجاره، بلشت بالمدرسه تريكات، اشتري البوكس ماجيك بوكس، لبين ما صارت اشي يعني هوايتي وصار كمان شغلي بنفس الوقت. ما شاء الله عليك. طب هلا مشاركتك بكره رح تكون بعرب جوت تالنت ان شاء الله. ولا الموسم القادم صح؟ مزبوط. احنا بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله صراحه. يعني انا بتمنى السبورت المعنوي من كل الشعب، يعني لانه انا لا احنا معك الصراحه ما طالع باسم الاردن. طبعا. واحنا طبعا كان معنا قبل فتره شاب كمان مهند داغر، وايضا كان من المشاركين بعرب جوت تالنت، فاحنا يعني دعمنا لكم. فيلا خلينا نبلش 100%. هلا انا راح ابلش بتريك مع كرندا، لانه احنا كشعب عربي مش بس كشعب اردني بنحب العاب الشده. حتى وين ما تلفي بالعالم، من بريطانيا لامريكا لاي محل، بنحب العاب الشده. انا هون معي شده عباره عن 52 كرت، ال 52 كرت مختلفين عن بعض. بدي اطلب منك رندا تخربطيهم بالطريقه اللي بتناسبك. يلا. لا ما إلي كثير على الشدة، يعني بعرفني شغلتين، ما إلي لا على الشدة ولا على بأي طريقة. أوكي تمام 100%. بصير أخلطهم كمان؟ أكيد، خذي راحتك. نشوف. طيب ها خلطتهم منيح صح؟ يلا هلا بعد ما أنت تخلطي بالكروت بدنا نأكد للكل إنه الشدة اللي معي هون مخربطة. تمام نزلها للكاميرا. رندا بدي تطلع علي لمدة 3 ثواني من هلا. 1 2 3 3 ثواني خلصوا. رندا بدي اطلب منك طلب صغير، بدي تاخذي اي كرت من الكروت اللي راح امد لك اياهم. خذي اي كرت بناسبك ورجيه للكاميرا، انا راح الف وجهي عشان ما اشوف الكرت. خلص تمام؟ لا خليك. اوكي تمام. رندا اخذت كرت من بين 52 كرت مختلفين بالشده. رندا راح اعمل لك حركه كثير ناس بحبوها هاي، بدي تحكي لي ستوب بالمكان اللي انت بتشوفيه منيح. أنا بأي مكان بتشوفوني ستوب. بدي تحطي كرتك محل ما حكيت ستوب، وبدي أسكر على الكروت وراح أخربط بالكروت، وراح أخربطها بطريقة ثانية. ويل يس. بدي أحكي لك رندا قصة صغيرة، إنه كرتك مجرد ما عمل هاي الحركة هيك هو اختفى. اختفى؟ يس. تعالوا نتأكد كلنا على الكاميرا. أوكي يلا. ورندا تأكدي معي موجود كرتك لهلا بين الكروت؟ انتم متذكرين شباب الكرت؟ لا. موجود كرتك لهلا؟ لا لهلا. لا. موجود؟ لا. موجود لهلا؟ لا. مو موجود؟ لا. راح احكي لك قصه صغيره
رح ارفع ايدي، رح امسك موبايلي، موبايلي طبعا موجود قدامكم من اول ما دخلت على الاستوديو. رح افتح بالموبايل، اذا ببين الموبايل زوم بليز، خلينا نشوفك رح يبين معنا. اوكي اوكي، معي ايفون. شوف مجرد ما انا بس اعمل هيك بالايفون رح يصير في شيء جوا الموبايل، حد شايفه؟ ييه وندا، بتقدري تعملي هيك باصبعك؟ تاكدي مستحيل. هذا الكرت تاعك مزبوط؟ هذا نسي. شوفي رندا، في قصة أحلى كمان بدي أحكي لك إياها، إنه هذا الشيخ بدي الكاميرا برضه تركز عليه. شوفي شو رح أعمل بالشيخ هذا، رح أطلعه من الشد يصير بإيدي واقع مش جوا موبايل. تفضلي افتحيه قدام الكاميرا وتأكدي. هذا الكرت تاعك اللي عندك اخترتيه. وهذا الكرت اللي أنا اخترته. نعم. مش معقول، مش معقول، برافو سند. هلا رح أبلش لك بحركة ثانية كثير محبوبة على مستوى العالم، يعني هو كل اغلب لاعبين الخفه بالعالم بحبوا هاي التريك، لانه ما بدي بس اكون انا موجود بس جوا تريكات الكاردز. أوكي. بدي اعمل لك تريك برا. هلا احنا كلنا بنعرف هاي الروايه طبعا، الاسود يليق بك. رندا بدي تتاكدي منها وتورجي الكل انها الروايه الاصليه. شو طبعا يس، رح اطول كرت. اشغل غليونه ربما زارني، بما انه شعر اليوم كمان. رندا بدي اطلب منك تحكي لي ستوب والصفحه اللي بتشوفيها مناسبه. ستوب. اوكي. رندا بدي اطلب منك طلب بعد ما حكيت ستوب. بدي تقراي رقم الصفحه تحفظيه. انا ما بدي اشوفه. مش شايف. اوكي. حفظتيه؟ بدي اورجيه للكاميرا اذا بتبين معي. هون. مبين رقم الصفحه؟ اذا بتقدر تدير وجهك انا بغشش الناس. لا مش مبين. أوكي، بدك هيك مبين. بغشش الناس. اوكي غشش الناس. ايوه ايوه ايوه. شافوا مخرجنا. بس اذا تلف وجهك. يلا تفضل. تمام. اوكي تمام. هلا اذا انتم وصل لكم رقم الصفحه اللي موجود هون، رح اترك الكتاب انا هون عند رندا. هلا الناس اللي بحب اللي بكتبوا هاي الروايات العظيمه وراهم قصه، ان هم من وحي خيالهم كرو بعدين بكتبوا. صح. ببلش الموضوع معهم خيال، فكر، علم، إبداع، كتابة. صح. أنا بدي أدخل عالم الخيال تاعهم بس بطريقتي الخاصة. كيف؟ كيف؟ أنا فكرت قبل ما أجي على التلفزيون هون إنه رندا رح تحكي ستوب على رقم صفحة معينة. صح. أنا جبت ورقة بيضة فاضية كتبت عليها رقم صفحة، والورقة البيضة موجودة جوا الانفلوب هذا. هلا معقول أنا عرفت شو الرقم تاع الصفحة اللي حكيت عليها ستوب؟ انت رسمته بايدك هلا وانت بتحكي. خيال، فكر، ابداع زي ما حكيت لك. طب خليني ادخل بخيال اكثر، وهاي راح اعملها لاجل برنامج يوم جديد يعني اكيد. اوكي. للرائعة رندا كراتشي. يسعدك. انا مش بس راح اكون كاتب رقم الصفحة جوا الانفلوب. انا بخلال حديثي معكم مزعت الصفحة. ما مزعتها؟ لا مزعتها. ودخلتها جوا الانفلوب. يا شباب شفتوا انتم مزاعها. رندا بتقدري تحكي لي ايش رقم الصفحه؟ احكيها هلا عادي بصوت عالي. 207. 207. انفلوب مسكر. رندا بتقدري تطول ايش في جواته؟ لا 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 مستحيل مستحيل. اقرأوا رقم الصفحه. مستحيل مستحيل مستحيل. هلا 207. بدي رندا تفتحي على صفحة رقم 207 بالكتاب اللي شفتيها بعيونك واللي بينت على الكاميرا. طيب ها شو رح تلاقي بصفحة 207؟ والله رح تشككني في حالي. راحت. رح تلاقوا صفحة ممزوعة بعد إذنك رندا الكتاب. رح تلاقوا الصفحة ممزوعة ورح أمسك الصفحة هاي وأدمجها مع الصفحة هاي مشان يصير عندي التطابق الكامل. فهيك الصفحة انتقلت من الكتاب. واو. لجوا. رندا بدي تحتفظي بهذا الكتاب مشان تتأكدي انه ما في ولا رقم 207 غيرها. وثانك يو. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. يعني احنا بنتمنى لك كل التوفيق الصراحة سند. صدمتني. ان شاء الله بكرة تصدم الحكام كمان. ان شاء الله. بدك اكمل لك واحدة؟ بليز يا ريت تعمل لنا كمان شيء. هلا هاي بدي اسويها حتكون سريعة كثير مشان لا معنا وقت عادي. اوكي. رندا هلا في علم بحكي لك دقيقة شوي. محمد عم بحكي لي انك قبل شوي كنت عم تحرك الورق لحالك.
اوكي محمد ما بتخبى علي. انا لاعب تخفه كمان، بحكي مع المخرج وبحكي مع المعد. طيب رندا خلينا نجرب حظي انه انا بحب رقم 4. اوكي واللون اسود كمان، جربي بس هيك المسي كرت لمس. تحب رقم 4 ولون اسد؟ هاد انت لمستيه بارادتك صح؟ خذيه ورجيه للكاميرا راح يكون 4 سوداء. لا مستحيل. والشده ما فيها ولا اي 4 سوداء الا اللي مع رندا. والحركه اللي حكى لك عنها محمد هلا راح اعمل لك اياها، بدي تضلك مورجيه الاربعه على الكاميرا. اذا المشكله ما في قلم، بدي اياك كنت تشخبطي عليها. ايش بدك اشخبط عليها؟ خلص اوكي ما في مشكله. راح اخذ منك الاربعه رندا، راح احطها تقريبا هون. الكاميرا شايفه صح؟ بصير زوم هون، زوم زوم هير هون بليز، زوم هون. حاضر معك. اوكي شوف تحركت الشدة زي ما طلب منا المخرج محمد. إيش كان كرتك أنت رندا اللي حطيناه بنص الكروت؟ 4. الكرت اللي سحبناه إيش كان؟ هلأ؟ 2. 2. قد إيه بفرق عن رقمك؟ 2. 2. طب كيف أنا ممكن أطول الأربعة هاي؟ كيف؟ شوف في ناس مرات بيستغربوا إني أنا إذا بحكي لرندا كراتشي في إشي موجود ورا راسك تكون الأربعة البستوني. هيا الأربعة البستوني يا جماعة، هيا هيا هيا. لا حول الله يا رب، ما شاء الله عليك. طب سند أهلك إيش شعورهم بالبيت؟ أنت هيك بتعمل معاهم؟ أنا يعني كل الوقت ما في شدة، في كل محل في شدة. وين ما أكون قاعد بس بمسك شدة بمسك شدة بمسك شدة. هلا في تمرين بتمرنه أنا كثير على خفة الإيد، يعني إذا حدا حابب يصير عنده موهبة زي هاي، يعني هي هاي سكيل أنت بتكتسبها مش إنه هي يعني بتتدرب عليها خفة الإيد. يعني زي ما نحكي هاي معاي مغيطة. يعني في ناس بتاخذ معهم وقت يعملوا هاي الحركة إنها تصير ملفوفة على الخمس أصابع بالطريقة هاي. أنا بعمل باراشوت فيها. أوكي جربي رندا اعمليها هاي الحركة هيك ولفي، بدي أشوف قد إيه بدها تاخذ منك وقت. يعني لتسي 4 ثواني اخذت منك. تمام لو بدي احكي لك اعمليها بايد واحده قد ايه ممكن تاخذ منك وقت اذا انعملت اصلا بايد واحده؟ شو بايد واحده؟ طيب اعملها بايد واحده. جربي يلا. شوف اصابع طوال فممكن. ها 3 4 5. يعني هي شيء كثير صعب لانه الاعصاب اصلا ما راح يزبط تتحكم فيها. لا ما شاء الله علي اللي بعملك يا لعبه الخفه. ها قربنا صرنا. ها ضل اصبع ضل اصبع. هي هاتي اورجيك كيف بيكون تمرين خفه الايد انك تعملي هذا الموضوع بسرعه. هاي هاي بتعملي 1 2 3 بصير كلها ملفوفه حوالين اصابعك. انا اسرع. بالضبط انا كنت اسرع. لا ما شاء الله عليك، ثانك يو كثير لك. ولا والله ثانك يو كثير لكم وبشكر التلفزيون الاردني. يعني سند احنا كثير فخورين فيك واحنا بنتمنى لك كل التوفيق يوم غد. انت شفتوا يعني احنا كنا بالاستوديو اليوم والعاب الخفه كلها صارت امامنا. فسند محيص ان شاء الله راح نسمع اسمك وتكون بعربز جوت تالنت. كل التوفيق لك وما شاء الله عليك. قد ايه عمرك؟ انا 24 سنه. 24 سنه مبين ما شاء الله عليك. يعني بنتمنى لك كل التوفيق سند ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك وشرفنا بيوم.